عند رعاية نباتات المانجو خلال شهر فبراير يتوجب الاهتمام بالتوصيات الزراعية التالية: يجب عدم تعطيش الأشجار أو ريها بغزارة خلال فترة التزهير، ويجب أن يكون الري على الحامي لتجنب سقوط الأزهار، مع مراعاة أن يكون الري في الصباح الباكر أو بعد الظهر. يتم الرش بالسماد الورقي للعناصر الصغرى، وذلك لإمداد الأشجار بحاجتها من تلك العناصر من الحديد والمنجنيز والزنك، مع مراعاة استخدام مواتير ذات قلابات سليمة زائد مادة نشرة. عند بداية انتفاخ البراعم يجرى الرش بالكبريت الماكروني، ويكرر الرش كل 15 يوما للوقاية من البياض الدقيقية، وكذلك أكارو صدأ المانجو.